بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في حصة ماضية تناولنا الوضعية المشكلة الانطلاقية التالية: أرادت مؤسستك إنجاز مجلة حول التعريف بالجزائر، فاتجه اهتمامك إلى دراسة الناحية الطبيعية من حيث الموقع وأهميته، التنوع والتباين الإقليمي وتأثير ذلك على الشبكة الهيدروغرافية والغطاء النباتي. قررت المساهمة في إثراء هذا الموضوع. تناول شرحا موجزا لهذه الوضعية الانطلاقية في حصتنا الماضية. في حصتنا اليوم سوف نبدأ في دراسة الوضعيات كما يلي: الوضعية المشكلة الجزئية الأولى نقرأها مع عزيزي التلميذ. قرأت مقال عن الجزائر فاستوقفتك العبارة: الجزائر محطة أطماع الدول الاستعمارية منذ العصر القديم نظرا لموقعها الاستراتيجي. رأينا منذ قليل في الوضعية الانطلاقية أن تقريرك سيكون حول الخصائص الطبيعية، وأول وضعية لو تتذكر معي كانت موقع الجزائري وأهميته. إذن الوضعية التعلمية الأولى موقع الجزائر وأهمية الموقع. لهذه الوضعية اخترنا مجموعة من السندات: سندات الكتاب المدرسي الجغرافيا الجيل الأول للأسف، لأن الجيل الثاني لم يتم متابعته، من الصفحة 10 إلى الصفحة 15، مع مجموعة من السندات الخارجية. التعليمة: حدد موقع الجزائر، أبرز أهمية هذا الموقع، أبرز أهميته. لكي نجيب عن هذه التعليمة لاحظ معي السند الأول. ماذا يمثل السند الأول؟ خريطة الجزائر بها شبكة الإحداثيات، خطوط الطول ودوائر العرض. هذه الشبكة لتحديد الموقع الفلكي للجزائر. لاحظ معي خط غرينتش يمر على الجزائر. إذن سنحدد دائرة شرق خط غرينتش ودائرة غرب غرينتش. بعد الإسقاط وجدنا أن الدائرة الأولى 12 درجة شرقا، والدائرة الثانية 9 درجة غربا. إذن تنحصر الجزائر بين خطي طول 12 درجة شرقا و 9 درجة غربا. إذن كما تلاحظ معي فالجزائر تنحصر طوليا بين خطي طول 12 درجة شرقا و 9 درجة غربا، وتنحصر عرضيا بين، لاحظ معي في المفتاح، دائرتي عرض 19 درجة و 37 درجة شمال الدائرة الاستوائية. 19 درجة و 37 درجة استوائية. إذن تنحصر الجزائر بين دائرتي عرض 19 درجة 37 درجة شمال الدائرة الاستوائية. تستطيع أن تكتب هذا الملخص القصير: الموقع الفلكي للجزائر تنحصر بين دائرتي عرض 19 درجة و 37 درجة شمال خط الاستواء، وبين خطي طول 12 درجة شرق غرينتش و 9 درجة غربه. للموقع الفلكي أهمية بالغة تتجسد من خلال ما يلي: الامتداد من العروض الحارة إلى العروض المعتدلة، تنوع المناخ، هذه الكرة الأرضية
كما درستها في سنتي الأولى متوسط، الدائرة الاستوائية، دوري العرض الأساسية، مدار السرطان، الدائرة القطبية الشمالية، ونقطة القطب الشمالي. وعكسها في القسم الجنوبي من الأرض فنجد مدار الجدي، والدائرة القطبية الجنوبية ونقطة القطب الجنوبي. دوائر العرض الأساسية قسمت لنا الكرة الأرضية إلى مناطق حرارية كبرى، وهي ثلاث: منطقة حارة، منطقة معتدلة، ومنطقة باردة. حسب هذا المخطط فكلما اقتربنا من الدائرة الاستوائية ترتفع درجة الحرارة، وكلما ابتعدنا تنخفض درجة الحرارة. نلاحظ السنة فنجد أن الجزائر امتدادها العرضي بين دائرتي 19 درجة و 37 درجة جعل تنوع في الأقاليم المناخية. مدار السرطان يقطع جنوب الجزائر، ونعلم أن أشعة الشمس تتعامد على مدار السرطان في فصل الصيف، بحيث يكون صيف شمالي وشتاء جنوبي، وبالتالي فإن كمية الحرارة التي تتلقاها المناطق التي تسقط عليها أشعة الشمس في مدار السرطان أكبر كلما اتجهنا شماله أو جنوبه، وبالتالي فإن الحرارة جنوب الجزائر في الصحراء في فصل الصيف تكون مرتفعة جدا. لاحظ معي خط غرينتش يقطع الجزائر من مدينة مستغانم. هذا الخط كما درسته في السنة الأولى متوسط فإنه مرجع للتوقيت الدولي، بمعنى كل ما بين خط وخط يوجد 4 دقائق كتوقيت دولي، وعليه نجد أن هناك تغيير في الزمن، ونلمس ذلك خاصة في شهر رمضان من خلال الامتداد الطولي للجزائر الذي ينحصر بين هاتين بين هذين الخطين 12 درجة و 9 درجة. نلخص ذلك كما يلي، تستطيع أن تسجله على الدفتر: الامتداد من العروض الحارة للعروض المعتدلة تنوع المناخ، يمر مدار السرطان جنوب الجزائر تتعامد عليه أشعة الشمس صيفا، ويمر بالجزائر خط غرينتش وهو مرجع للتوقيت الدولي. بعد أن تطرقنا الموقع الفلكي، لاحظ معي السنة الذي يعبر عن الموقع الجغرافي للجزائر. تقع الجزائر شمال القارة الإفريقية، يحدها شمالا البحر المتوسط، شرقا تونس وليبيا، تتقاسم حدودها جنوبا مع النيجر ومالي، أما غربا فيحدها كل من المغرب الأقصى، الصحراء الغربية وموريتانيا. قبل أن نتطرق إلى أهمية الموقع الجغرافي، تستطيع أن تسجل معي هذا الملخص البسيط: تقع الجزائر شمال غرب القارة الإفريقية، يحدها شمالا البحر المتوسط، شرقا تونس وليبيا، جنوبا النيجر ومالي، غربا المغرب الأقصى والصحراء الغربية وموريتانيا. مساحتها تبلغ 1,381,741 كيلومتر مربع، ترتب الأولى إفريقيا وعربيا والعاشرة عالميا من حيث المساحة. هذا الموقع أكسبها أهمية بالغة سوف نتطرق لها من خلال 3 عناصر. العنصر الأول يتجسد بعد أن نلاحظ معا هذا السند. لاحظ معي السند يمثل خريطة لقارة إفريقيا ضمن مع الجزائر،
ضمن الجزائر، ضمن قارة إفريقيا، مع مجموعة من الانتماءات الإقليمية. الانتماء الأول هو الانتماء المغاربي، دول المغرب العربي الكبير. الانتماء الثاني هو الحوض البحر الأبيض المتوسط، على اعتبار أن الجزائر تطل على البحر المتوسط، والذي يفصلها عفواً عن قارة أوروبا وعن قارة آسيا، وموقعها ضمن العالم العربي الإسلامي. إذن لاحظ أولاً معي، الجزائر تعد ضمن موقعها المغاربي جسر اتصال بين محوريه الشرقي والغربي. لا نستطيع أن نمر دون أن نقطع الجزائر، سواء من الناحية السياسية أو خاصة من الناحية الاقتصادية. فالجزائر تتوسط هذا الانتباه، هي جزء من الحضارة المتوسطية، فقد عرفت الحضارة أو مرت عليها الحضارة الفينيقية كما درست سنة أولى المتوسط، تتصل بقارة أوروبا، قريبة من قارة أوروبا. هذا الموقع جعلها محطة أطماع لها، سواء ضمن الحركة الاستعمارية القديمة أو الحركة الاستعمارية الحديثة، آخرها كان الاستعمار الفرنسي بحكم الموقع مع أسباب أخرى. تعد الجزائر جزءا لا يتجزأ، سواء من العالم العربي والعالم الإسلامي، وعليه فالأهمية الإقليمية تتجسد من خلال تتوسط الجزائر المغرب العربي، وتعتبر محور اتصال بين قطبيه الشرقي والغربي، تعد جسرا طبيعيا إلى العالم العربي والإسلامي، تعد محور تبادل وتعاون تجاري مع دول البحر الأبيض المتوسط، خاصة أوروبا، ونلمس ذلك من خلال أنابيب الغاز الطبيعي، خاصة نحو إيطاليا وإسبانيا. لاحظ معي السند الثاني، هي قارة إفريقيا والجزائر ملونة بلون مغاير. عندما نشاهد هذا السند تستطيع أن تستنتج أن الجزائر بالنسبة للقارة تعد بوابتها من الناحية الشمالية، فلا نستطيع التوغل خاصة إلى دول الساحل الإفريقي، دول الساحل الإفريقي، دون المرور إلى الجزائر، دون المرور من الجزائر عفواً. لمست ذلك خاصة ضمن الحركة الاستعمارية، وعليه فتتجسد الأهمية القارية من خلال أن الجزائر تعد بوابة إفريقيا من الناحية الشمالية، ومساحتها 8% من المساحة الإجمالية للقارة. موقع الجزائر ضمن القارة سهل المبادلات التجارية بين دول أوروبا ودول الساحل الإفريقي، خاصة بعد إنجاز طريق الوحدة الإفريقية المار من جنوب الجزائر إلى شمالها. لاحظ معي السند الموالي، خريطة العالم، قارة إفريقيا، قارة أوروبا وآسيا، والقارة الأمريكية. من خلال السند نجد أن الجزائر أولاً تتوسط قارات العالم القديم، ويقصد بالعالم القديم كل من قارة إفريقيا وأوروبا وآسيا. فموقع الجزائر ضمن هذا العالم سهل ومكن من وجود مبادلات، خاصة من الناحية التجارية.
أيضا هذا الموقع جعلها محور اتصال بين العالم الجديد مع العالم القديم. إذا تتوسط قارات العالم القديم هي ملتقى هام للطرق التجارية سواء كانت برية وبحرية وجوية، اكتساب مكانة هامة في العلاقات الدولية. إذا لاحظت معي أن الموقع الجزائر جغرافيا سمح أو مكنها من أن تكون لها أهمية سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد القاري وعلى الصعيد العالمي. ننهي وضعيتنا بهذا الإدماج الجزئي. لموقع الجزائر أهمية استراتيجية وخصائص حيوية، فهي جسر اتصال وممر حيوي للعديد من الطرق العالمية. توجد مجموعة من الخرائط في كتابك المدرسي تعتمد عليها. التعليمة في فقرة من 7 أسطر حاول أن تبرز مزايا الموقع الجغرافي للجزائر. إلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.